هو لازم المجتمع يضبط السيادة السكانية ويقتنع بأن هذه الزيادة هي اللي تلتهم كل آثار أو مجهودات التنمية. يعني إيه؟ يعني حضرتك إحنا لما نزيد 2.6% كل سنة والمصريين قاعدين على مساحة حوالي أقل من 7% من المساحة الكلية لمصر، معناها إنك أنت كل سنة محتاج من 500 ل 600 ألف وحدة سكنية. الوحدة السكنية محتاجة مرافق، مظبوط، محتاج تعليم، ومحتاج خدمات صحة، ومحتاج بنية تحتية، ومحتاج أراضي، ومحتاج محاصيل، ومحتاج قمح، ومحتاج يعني احتياجات شديدة. أي جهود للتنمية مهما كان معدلات نموها أو سيرها في الطريق السليم بالضرورة هيغتلها غول الزيادة السكانية. السوشيال ميديا من الحاجات اللي هي يعني الفترة اللي فاتت شغالة هي المقارنة بين مصر والصين. الكلام الصين يا جماعة 1.5 مليار والمصريين 100 وقربوا من 100. هل انتوا يعني الصين دي قوة وقوة دفع كبيرة، قوة دفع رهيبة، استغلوا السكان؟ لا، هذا الكلام ليس صحيح، لان الكلام ده مش منطقي ومش عملي. تعال نقارن، الصين 10 أضعاف مساحة مصر، دولة 10 أضعاف مساحة مصر، الصينيين مستغلين من أراضيهم أو الواحد وهم مليار على 84، أزيد من 84% من المساحة الكلية للصين. تعالى في مصر إحنا عايشين على تقريبا 6% من المساحة الكلية لمصر. الصين الأراضي الصالحة للزراعة أكتر من 57%، مصر الأراضي الصالحة للزراعة تقل عن 3%. طبعا ضغط يعني بتتناقص، المساحة الصالحة للزراعة في الصين بتتزايد. طيب معدل النمو السكاني في مصر 2.6%، معدل النمو السكاني في الصين 0.57%. طيب ايه قدرة او الأسرة الصينية او المواطن الصيني مؤهل في ايه؟ الصين بتدي 7% الأراضي اللي مزروعة في الصين 7% من مساحة الأراضي المزروعة في العالم. الصين بتدي محاصيل بتأكل 22% من العالم. وانت بتحاول، انت بتحاول تضيف، احنا بنضيف، ولكن الزيادة السكانية بتلتهم. احنا بنحاول نضيف، واللي التهم كمان الأرض الزراعية هو الزيادة السكانية العشوائية غير المخططة خلال 30-40 سنة اللي هي كلت من مساحات الأرض الزراعية. الصين العكس، الصين الأرض الزراعية بتزيد. طيب الصين بتقدم محاصيل كلها محاصيل استراتيجية، رز، قمح، فول صويا، بطاطا، شعير. يعني إذن المسألة مش مسألة أصل الصين 1.5 مليار وإحنا 1.7 مليون، يعني إحنا لازم الزيادة السكانية في الظروف الحالية هي عبء على الاقتصاد المصري. لاحظ ان كمان تركيبة المجتمع الصيني يعني بيزود انتاجه. عنده الاسرة الصينية بتلاقيه كل اسرة محترفة لمهنة معينة او حرفة معينة او تحترف الزراعة. الصين بيقدس الارض، احنا بنينا على الارض. الكتل الخرسانية موجودة على خريطة مصر قبل سياسات الدولة الرادعة الحقيقة، وهي لازم تبقى رادعة. الكتل الخرسانية بتتآكل العشوائيات، النتيجة عشوائيات، 4 مليون مواطن تقريبا عايشين في عشوائيات. العشوائيات مناطق، وبعض العشوائيات مناطق يعني غير أمنة. فاكرين احنا حكاية صخرة الدويقة، الدويقة لما وقعت موتت ملايين. يعني اذا مش كل زيادة سكانية او مش كل حجم سكان هو اضافة او يعني دافع للاقتصاد. وحتى يعني على الرغم من ما تفضلت بذكره، الصين حتى فيها معدلات فقر ليست بالقليله كمان مع عدد السكان. لا، في نسبه فقر وفي ملايين من البشر تحت خط الفقر في الصين، رغم المساحه، رغم توافر الموارد الطبيعيه، رغم النمو الاقتصادي. مفيش دوله في العالم، ولكن البشر كتير. مفيش يعني دوله، بس البشر كتير على المساحه الكافيه مع دخل، مع ناتج قومي كبير،
ولكن مش هيقدر يكفي الكل المليار و400 مليون. اصل هي المشكله الاقتصاديه ايه؟ هي المشكله الاقتصاديه يعني فكره المشكله الاقتصاديه ان الموارد دائما اقل من يعني رغباتك دايما اكتر من قدراتك. دي المشكله الاقتصاديه، عشان كده اختاروا فكره الحل للمشكله الاقتصاديه هو البديل الامثل. صحيح. انا بكسب 10 جنيه احتياجاتي 15. دي المشكله الاقتصاديه في الكتب. انا عشان كده انا بختار البديل الامثل، ايه اللي اجيبه النهارده وايه اللي اجيبه بكره. الزياده السكانيه في هذا الاطار عبء شديد على الدوله المصريه رغم كل طفرات التنميه اللي بتعملها. لو المواطن ما اقتنعش نفسه الاقتناع لازم يبقى مقتنع انه برضه هي فكره ان انا ترس في عمليه كبيره او في وطن اكبر. انا مش حر اعمل اللي انا اعمله بالتاثير على خدمه الصحه وبالتاثير على خدمه التعليم وبالتاثير على خدمه الطرق. انا مش حريتي كمواطن ان انا اهدم او يعني امشي الدنيا على أساهم عكسياً افكاري انا بس. طبعا مش طبعًا. ممكن